الماتيريالز اللي استخدمتها المسامير، دبابيس الدباسة، الأدوية، نشارات الأدوية، صواميل، أسلاك كهرباء، الكيبورد بتاع الكمبيوتر، بلالين، يعني أي ماتيريال بتقع في إيدي بحاول أستخدمها استخدام غير المعتاد بتاعها يعني. لا المفروض ما يجيب كريم المدرسة وبعد كده يجيب مسؤول عن حتة الأطفال اللي هي على إيه؟ ابتديت اخش شويه في انتيريورز اماكن، انه ابقى بعمل انستوليشن او برسم على الحيطان او في انتيريور مكان بماتيريالز حسب بقى المكان عامل ازاي. مثلا عملت حاجات على الحيطان لريد بول، مثلا كانوا عايزين حاجه شكلها رو فعملنا بالمسامير. انا عايزه اكمل اكسبلور ماتيريالز، اعبر بيها عن حاجه جوايا او جوه الكلاينت اللي بيكلمني برضه، لان انا دايما الناس اللي هي احنا عايزين حاجه تبين الكونسبت ورا الانتيريور بتاعنا بس مش عارفين هي ايه، فبقعد معاهم انه طب ادوني البريف بتاعكو، انتوا ايه الايدنتيتي بتاعتكو، ايه يعني البراند بتاعتكو، ايه اللي هيبينها، لغايه ما في الاخر نساتل على الماتيريال او شكل الارت وورك نفسه اللي هيبين اللي هم يعني عايزين يقولوه يعني.